حول الموضوع معنا من دبي دكتور خالد السفار، أخصائي أمراض الدماغ والجملة العصبية. دكتور خالد مساء الخير، أهلا بك معنا. الدراسة تحدثت عن ألعاب ثلاثية الأبعاد والعلاقة ما بينها ومساعدة المسنين على الاحتفاظ بلياقتهم الذهنية، كيف ذلك وكيف يمكن للألعاب ثلاثية الأبعاد أن تؤثر بهذا الشكل في الصحة الذهنية للمسنين والحفاظ على لياقتها؟ مساء الخير. احنا بالنسبة لهذه الدراسة هي صحيحة واحنا نأيدها، لأن بالفترة الأخيرة تدري أمراض الألزهايمر وأمراض الكبر المؤثرة على الدماغ، هناك محاولات كثيرة جدا في كل العالم وصرفت مليارات، لم يستطع أحد أن يضع علاج فعلا شافي للموضوع، لكن فاتجهت الدراسات أيضا إلى كيفية الوقاية. فاللي صار أنه هناك دراسات شافوا أنه أكثر الناس المصابين مثلا بالخرف والألزهايمر هم بين المتقاعدين الذين هم ليس لديهم عمل وليس لديهم شيء يشغل تفكيرهم نهائيا، وشافوا أن الناس كل ما يبقون ينشغلون بأشغال مستمرة، بأشغال ذهنية، بأشغال هو اللي ممكن يحميه من هذه الأمراض. وأيضا كانت هناك دراسات مثلا موضوع فقدان السمع، تدرين أن الواحد يكبر نسبة فقدان السمع تزيد، فلما يكون فقدان السمع ففقدان مصدر من مصادر المعلومات والتفاعل مع المجتمع، أيضا شافوا نسبة الألزهايمر في هؤلاء الناس هي نسبة كبيرة. طيب دكتور، لكن المتعارف عليه أو ما ينصح به هو عدم ربما استخدام الألعاب الإلكترونية أو الألعاب بصفة عامة، يعني هنا ما الفرق؟ بالنسبة لكبار السن هو نفس الفكرة ونفس النظرية، أنه سيكون هذا الشخص هو متوقد الذهن وشاغل ذهنه بصورة مستمرة، وعندما يشغل ذهنه بصورة مستمرة يكون فعال يكون بعيد، هذا ما أثبتت يعني الإحصائيات اللي صارت، وهذا أنا أعيدها حتى على مستوى العملي. أنا أتذكر إحنا عندنا يعني هم مرضى الخرف والألزهايمر بصورة عامة، هو يبدي بمرات يبدي ببداية بسيطة والمريض ما يشعر بي والأهل ما يشعرون بي، لكن يرفض المريض أن يعترف، هاي مهمة. المريض مثلا ينسى أشياء بسيطة ما يقبل يعترف أنه هو عنده ألزهايمر مثلا. لذلك كل الأدوية التي وضعت لهذا العلاج هي يجب أن تبدي مبكرة بما أنه ما حد يعترف، فلذلك راح الأدوية تكون غير مفيدة من يستعملوها بشكل متقدم. هناك إحدى من المريضات اللي أنا حاولت، هي مريضة يعني عربية وهي مسلمة وكان عمرها تقريبا يعني بعد 85، يعني تعدى 85 بس ما أعرف يمكن سنة أو سنتين ما أذكر الرقم. هذه المريضة هي بدت عندها أعراض واضحة وهذه بدت يعني تسلم، قبلت هي بسيطة وبكل وعيها وتتفاهم ولكن بدت عندها الأعراض، فكانوا أهلها وهي مضايقين جدا، فبتها اللي هي ترعاها قالت لي يعني هي هاي تحب تقرأ القرآن مثلا، قلت لها شنو وش تريدين؟ قالت هي بس تقرأ القرآن، ما نقدر أقنعها بأي نشاط آخر، اللي مهم أني قلت لها في وقتها. طيب دكتور باختصار لو سمحت، كيف يمكن أن نفرق ما بين فقدان الذاكرة البسيط الذي يمكن أن يحدث لأي شخص في أي عمر، يعني الكل منا ينسى بعض الأمور البسيطة أو بعض الأشياء والأعراض المبكرة للزهايمر باختصار؟ هذه مهمة جدا وتصير عند الشباب بسبب القلق والضغط النفسي والعصبي والسترس المقابل لهم بالحياة، تتجمع المعلومات ويقومون يفقدون منها ويخافون، يجون يسألون الطبيب يقول له أنا عندي ألزهايمر، هي مو ألزهايمر. المريض يقدر يعني يختبر نفسه عندما يفقد يعني الذاكرة في مثلا وضع مفتاح في مكان معين أو اسم شخص معين، أو إذا بقى وهدأ دكتور الموضوع ورا فترة راح يتذكر الموضوع. نعم دكتور، هذا مو ألزهايمر. شكرا لك على هذه المداخلة دكتور خالد السفار، أخصائي أمراض الدماغ والجملة العصبية، وكنت معنا عبر الهاتف من دبي.